تبدا الراي وجوبا في مشاريع القوانين المخصوصه الترتيبيه غير العلاقه بمجال النفايات الى المعلومه. هل هذا قاعد يتغير؟ هو هذا من بين الاختصاصات تاع هيئه النفايات المعلومه، كونه يقع استشارتها وجوبا في كل مشاريع المخصوصه الترتيبيه ولا القانونيه اللي عندها علاقه بمجال النفايات المعلومه. بطبيعه الحال بما انه الهيئه ما زالت معناتها في بدايه النشاط نتاعها، ربما فما دي ريفليكس كي نون با اونكور ايتي ديفلوبي او نيفو. شفتني نتبسم يعني نحكي مع الهيئه الاداري وعدم التزام بالقانون. خاطر عندنا مثلا بالنسبه للمشروع القانون نتاع سجل الاعتداءات على الامنيين، رغم اللي ما بقاش معناتها طلب راينا في الخصوص هذا، لما معناتها عملنا معناتها ان كوميونيكي بريس وأعلننا فيه معناتها على رفضنا المشروع هذا، وأعلننا وقلنا كيفاش معناتها معناتها الأحكام الموجودة في المشروع هذا، معناتها نشأنا إفراغ حق نفاذ معلومة من كل مضمون، وهذا معناتها في تناقض واضح مع أحكام الدستور.